السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء اليوم حنعمل تغطية لبيت المقبولي من داخل المنطقة التاريخية في جدة. نعم، طالعين على سوق العلوي. ايه اللي هو هذا؟ احنا في سوق العلوي. هذا سوق العلوي من اقدم الاسواق، من اقدم الاسواق يعتبر في المنطقه. نعم، يؤدي الى فين؟ هذا يعتبر برضو من مسار الحج. مسار الحج. اي نعم. إيه. من عند برهة نصيف وماشي. تماشي. اللي هو حارة ايش هذا؟ تعتبر من حارة اليمن. اي. ومتجهين بعد العلوي ايش يجي؟ متجهين على سوق العلوي، بعد سوق العلوي لا حيجيك باب مكة وسوق البدو. يعني هنا مو العلوي يعتبر؟ هذا العلوي. هذا برضو علوي من هنا يبدأ. لا، العلوي من يوم ما بدأنا فيه طالعين اهو. الين؟ الين نهاية الشارع. توصل نهاية الشارع تدخل على باب مكة. باب مكة. بالضبط. لحد نهاية الشارع. على الدكاكين هذيك اللي بوجهها. بالضبط. تدخل على باب مكة. على باب مكة. منتصف سوق العلوي في حارة اليمن، وهذا بيت المتبولي. عمدة عصام الفطرة والأستاذ خالد أبو جدايل وآل المتبولي، وحنبدأ تسجيل. الهاشمي قال مرحبا أهلا بسلطان الضباء. الهاشمي قال مرحبا أهلا بسلطان الضباء. أهلا الرحمن الرحيم. نحن ببيت المتبولي. طبعا اول ما نخش كان نخش لازم المقعد، هذا المقعد الاستاذ خالد ابو الجدايل الله يعطيه العافيه، احد الاعمده الرئيسيه في المنطقه التاريخيه لاحياء كتابه وصورا وكله وذكرياته. وعلى المتبولي الكرام، يا هلا وسهلا بكم. المهندس سمير متبولي حياك الله وبياك. العمدة عصام متبولي، اهلا وسهلا بك، شرفتنا ونورتنا. يا هلا. المهندس عمر متبولي الله يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا. الحين هذا المقعد. ها هذا المقعد. هذا المقعد. الله يسلمك. انت قبل جيت؟ ها ايوه انا الحقيقه زي ما تقول لا يكون اتغديت هنا. يعني زي ما كان بيقول اخويا سمير. ايوه كان معظم كثير من اهل جده يعني كل يوم يسمروا هنا. مع مين؟ مع عم يعني ابويا وعماني كلهم كانوا هنا في المقعد. في المقعد. في المقعد اللي هو هذا يتكون من الروشان والكرويتب زي كذا. كان جزء منهم يصلوا العشاء هنا في الزاوية المغربي. إيه؟ ويجوا على هنا. إيه؟ يعني بعد صلاة العشاء دائما يجتمعوا هنا. بعد ما يروحوا الكبار نحن الصغار يجيبونا، كان يعلمونا كيف نلعب البلوت. يعني هو أسأل الترويه في هذا المكان البلوت. نعم البلوت. البلوت وجلسة لأنه كمان عمي عبد العزيز الله يرحمه كان أول رئيس مجلس بلدي لجدة. لجدة. نعم. فكان كثير يجتمعوا هنا ويناقشوا موضوع تقريبا عام يعني ستينات هجري ولا؟ ايوه هجري. ستينات هجري. نعم تقريبا. طبعا عمر البيت كذا دينا نبذه. ايوه شوف البيت عمره حسب ما كان مكتوب الوالد كان يقول لنا انه من عام 1022 هجري. 1022 هجري يعني لما بس اوقفوه. ايوه يعني بتتكلم على عمر 400 تقريبا و16 او 19 سنه. نفس البناء ما عادوا بناءه نفسه. هو البناء نفسه اللهم ترميمات تسير على طول الفترة الأزمان. نعم. لكن كبيت مكونات البيت الأصلية من حجار المنقبي والحجر وأنواع الزخارف اللي موجودة على الحجر ومكوناته من الخشب والأسقف المزخرفة تقريبا نفسها ما تغيرت اللهم إلا صار عليها ترميمات خفيفة إصلاحي. إصلاحات وترميمات على طول إعادة الهيئة. مضبوط. وطبعا البيت هو أوقف اللي أوقفه سادس جد لنا. طيب هي الآلة المتبولي جميلة. هي الآلة المتبولي لكن هو أوقفه عن أبوه وأبوه. فالبيت البيت المتبولي هو البيت للمتبولي المتبولي آل صقر، لأنه الاسم الحقيقي للمتبولي هو بيت صقر أو آل صقر، لكن المتبولي ما هو إلا أحد الألقاب اللي لقبت فيما بعد
يعني، لكن هو البيت أوقف عن طريق جدنا السادس ومحمد المتبولي وأوقفوا لآل المتبولي. باش مهندس، الأسرة أساسها مهنتها كان إيش؟ الحبابة ولا؟ أيوة الحبابة، الحبوب، 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 وكانوا وكلاء حجاج، حجاج، حجاج. أيوة. بما أنه طريق الحج، بما أنه دار مسار الحج، لا لأنه تعرف يعني كمان هنا هذا المقعد والمقعد الثاني تحته كله صهاريج، صهاريج للموية، للموية، إيه، فكانت هذه مهمة جدا. تعرف الموية كانت شحيحة، شحيحة جدا. أيه. نعم، فكانت الحمد لله الموية دائما متوفرة في بيت المتبولي، كان عندنا زي الخزين، يعني زي الخزان، نعم. أيوه. يعني حسب ما قال قالونا الكبار، كان في أبرغ الرغامة في مأخذ بير لآل متبولي، لما تصب الأودية تصب فيه وبتجي إلين تشوف الآن الصهريج السرداب اللي عندنا، بتصب فيه وتعبي الصهريج حقتنا اللي هنا. ايش اسمه البير هذا؟ هو معروف انه ما اخذ آلة متبولي، هو بير آلة متبولي، كان في ابرغ الرغامه طبعا. بعدين الاسره بعد الحبابه اتجهت لايش كاسره؟ يعني هو الاسره الحبابه جات على انها التجاره، فهم كانوا تجار الاسره، فالتجاره هي يعني هي اللي كانت السائد في العائلة إلى ما جاء بهاتنا، حتى يعني عمي وعماني هم كلهم في التجارة، فكانت تجارة الحبوب سابقا واتجهت إلى تجارة أشياء أخرى إلى العهد الحديث، وكانوا فكانت العائلة عائلة تجار من تجار أهل جدة. يعني عمي عبد الله الله يرحمه كان أول شخص يورد بطاريات في جدة، بطاريات سيارات، بطاري نعم سيارات ومواطير، ورواتي ورواتي. عمي محمود الله يرحمه كان هو طبعا دخل اول شيء سيرة، بعدين توشيبا، بعدين سامسونج، شايف يعني هم من اوائل الناس اللي دخلوا الروادي والتلفزيونات والهذا، برضو عماني كانت شركة الزقزوق المتبولي شركة مشهورة، شايف اول دكان عملوه تحت البيت هنا عندنا. وبعدين عمي عبد العزيز كان هو الله يرحمه برضو كان كل المويه، مقاولات المويه والويتات سواء النزح او مويه شرب، كان هو المقاول الرئيسي حقها. إيه؟ ابوي الله يرحمه كان هنا عنده دكان، اكبر دكان حق بسكوليتات، بسكوليتات هذا. إيه؟ طبعا انا بكلمك كلام قديم جدا، ايام البسكوليتات انواعها طبعا اللاري والفليبس واسد. ايوه ايوه. يعني ايش كان صناعتها هي؟ من فين كانت تجي البسكويتات؟ اللاري؟ اي من فين؟ اللاري هولنديه، هولنديه من هولندا. ايوه على ما اظن، على ما اظن يعني. ايوه بس انا اعتقد اللي كان هو عبد الله هاشم هو اللي كان، لا عبد الله هاشم كان دبابات، لا وبرضه كان عنده بسكويتات. ايوه مسعد الله يرحمه في الموسم كان يستوردها ولا لا 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 كان موزع. موزع. موزع كان هنا عنده دكان، هذا الدكان شفت هذا اول دكان هنا كان دكان حق ابوي حق بسكوليتات، يبيع ويأجر تعرف كان تاريخية يعني بداية المهرجانات. نحن رممنا البيت في عام 2016 يعني على المتبولي هي اللي رممت البيت في فترة وأثثنا وعدنا الروح للبيت، يعني عدنا الحياة، عدنا حياة البيت، وعدنا والبيت زي ما أنت شايف كل درجة. مهندس طارق خلينا كده عاجل، مهندس سمير، سمير خلينا على جزئية، يعني مثلا الجزئية هذه، هذا الجدار إيش يعني؟ هذا إيش سويت فيه؟ بس ضربته؟ لا هذا الجدار ولا كان في شيء كسور؟ لا كان في بعجات يسموها البعجات اللي هي هذا الترقيع، اللي هي الترقيع كذا كانت بعجة يعني تخرج على برا الجدار، القشرة طالعة، القشرة بارعة ونفس الحجر يكون منفوخ. ايوه فنحن نزلنا الحجار نظفناها نفس الحجر، نعم، وعدناها تاني الى داخل مكانها وحطينا عليها المادة اللي هي النورة، تسمى النورة اللي هي الفتات حق الحجر نفسه عشان ما ندخل عليه أي عنصر ما هو عنصر أساسي من عناصر البيوت القديمة، يعني لا حطينا عليها لا اسمنت ولا أي نوع تاني. مهندس طارق دو أصحاب تجربة ورائدة في هذا المجال اللي هو الترميم، وانتو هذا بيت المتبولي هو بيتكم الصغير، لكن بيتكم الكبير اللي هو المنطقة التاريخية، صحيح. فأكيد لديكم المفروض تكونوا استشاريين للناس اللي عم يرمموا لانه كنتوا اصحاب تجربه، صحيح. فاذا شفتوا اي المفروض
بالعكس يعني نحن ساعدوهم يعني. ما في شك ما في شك نحن حتى يعني البيت لما رممناه وخلصنا وجينا افتتحه الأمير سلطان بن سلمان جاء افتتح البيت واثثناه وجاء وانبسط اللي صار. ونحن مع حتى هيئة السياحة في ذاك الوقت كانت هيئة السياحة هي المسؤولة عن كل الترميمات اللي في جدة مع الأمانات البلدية. يعني بالعكس نحن اتولدنا على الأرض هذه. إيه حنرجع حنرجع حنرجع. 30 طفل وطفلة في البيت كلنا احنا يعني اخوان. ولاحظ الدرجة هو كم دور؟ هو اربع ادوار. اربع ادوار مع السطوح. هذا لك السطوح. انت لاحظ الدرج هذا الدرج هو نفسه القديم بنفس ارتفاعاته. ايه. ما غيرنا فيه اللهم. ايه. بس اضفنا له رممناه وصلحناه. ايه. وعشان يعني يبقى على هيئته ما غيرنا بعدين هي الاول يا باشمهندس يعني كل البيوت الاحظها في كل المدن الحجازية الدرج عالية صحيح. عشان كده تلاقي ركبهم حديد ما صحيح. 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 ترى شوف الدرج كيف هي الدرج الحقيقية عالية يعني. شوف أنا عمي كان ساكن هنا محمود لما خرج جوزوني وسكنت هنا هنا. حنرجع لها هنا ألغي